ألف كلمة في دقيقتين. كلمة اليوم الكلمة رقم 13 across across across. ركز معي across across. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. قبل البدء get ready get ready، استعد. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook، تحتاج إلى دفتر. a pencil، قلم. just 2 minutes، فقط دقيقتين. تابع معي واحفظ بشكل جيد. say after me 5 times loudly، كرر العبارات بعدي 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. وأيضا دون جميع العبارات والكلمات الجديدة. هيا لنبدأ. subscribe and like please. okay across across لديه الكثير من المعاني موجودة في الأسفل. from one side to the other of something، من جانب إلى جانب آخر، من هذا الجانب إلى جانب آخر. بجانب تأتي عبرة، فوق، نحو، وإلى آخره. across across، ركز، اكتب وكرر بصوت مرتفع. اضغط على إعجاب واشترك في القناة إن لم تكن مشترك، وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. المثال الأول they lived across the street from one another. they lived across the street from one another، كانوا يعيشون عبر الشارع من بعضهم البعض. their eyes عيونهم met across a room. met across a room، عيونهم التقت عيونهم عبر الغرفة. their eyes met across a room، هذا المثال الثاني. their eyes met across a room، حاول تكرار هذه العبارة باللفظ الصحيح. Their eyes met across a room. Across المرادفات across towards over crossroads. العبارات أهم العبارات الشائعة crossways acrosswise crossways acrosswise. هذه أهم العبارات لهذا الحلقة، وتابعوا الحلقات التالية بالتسلسل. لا تنسوا تكرار هذه العبارة عدة مرات حتى تتقنوها بشكل جيد جدا، وتنتقلوا للعبارة التالية. شكرا لكم على المتابعة.